بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي ماذا؟ أسئلة خمسة. ما هي؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس هذا الكتاب؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ عنوان الكتاب أو اسم الكتاب لماذا سمي بهذا الاسم؟ الثمرة والفائدة من الدراسة، محتوى الكتاب. قلنا الكتاب يحتوي على أقسام خمسة. القسم الأول المسائل الأربع. إذن الآن ندرس المسائل الأربع. هذا هو الدرس الأول الآن. الدرس الماضي كان مقدمة أو مدخل للدراسة أو تعريف بالكتاب. ما هي المسائل الأربع؟ سورة العصر. جمعت المسائل الأربع في سورة العصر. نعم. أول شيء لابد نتعلم. المسلم أولا يتعلم. ثم بعد هذا إذا تعلم يعمل. وإذا تعلم وعمل يدعو إلى هذا الذي تعلم ثم عمل به. 그리고 그 지식이랑 그 행동을 한 그를 왜 하는지 해야 된다. يعني الآن الدعوة إلى الله يدعو إلى هذا الذي تعلم وعمل به. 그 다음에 يعلم الناس. 그 지식이랑 행동을 하는 다른 사람들을 그 알려야 됩니다. يعني يبدأ بنفسه أولا. 처음으로 자기부터 공부하고. بأن يتعلم ثم يعمل. 공부하고 지식을 얻고 그 다음에 행동을 하고. ثم ينشر وينفع الآخرين. 그 다음에 다른 사람들에게 알립니다. ويصبر. 그 다음에 يصبر يعني يتحمل يتحمل التعب، تعب في طلب العلم والتعب في العمل والتعب والمشقة في الدعوة. 그리고 그 처음 공부할 때 그리고 행동을 할 때 힘듦을 참아야 됩니다. 네. صنع هذا في الدنيا بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر. 그 이 네 가지 질문의 그 중요성은 그 세 가지 그 나중에 주고 세 가지 질문에 답을 알아야 합니다. 마라 어프라 تعيد عليها هذه المسائل الأربع. 그 네 가지 질문을 혹시 물어보도 괜찮나요? اولا لابد يتعلم. 네, 꼭 지식을 얻어야 합니다. 공부를 해야 합니다. إذن المسلم اول شيء يصنع ماذا؟ يصنع أن يتعلم. 처음은 무슨 일을 뭐가 있어야 되죠? 지식을 얻을 마음이 있어야 됩니다. يعني هل تصلي أولا أو لابد تتعلم الصلاة أولا؟ 처음에 그 예배를 할 때 예배를 배워야 되죠. تتعلم أولا كيف تصلي؟ 꼭 처음부터 예배를 어떻게 하는지 배워야 됩니다. إذا تعلمت كيف تصلي الآن. 그 다음에 그 어떻게 예배를 하는지 알게 되면 예배를 해야 됩니다. ثم تدعو الناس إلى الصلاة. 그 다음에 다른 사람들이 예배하고 불러야 합니다. تصبر على التعلم على العلم. 그 지식을 얻는 그 중에 힘듦이 있을 때 참아야 합니다. وتصبر على العمل على الصلاة في أوقاتها مثلا. 네, 그리고 그 시간을 잘 지켜 예배를 해야 합니다. وتصبر على الدعوة. 그리고 네, 다와에 참아야 합니다. هذه المسائل الأربع. 그게 네 가지 질문입니다. الصبر يقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام. 그 힘듦을 참아야 되는 건 세 가지 종류로 나눠져 있습니다.
صبر على طاعة الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاة والصيام والحج والزكاة. 그리고 그 다섯 가지 그 라마단 صيام والحج والزكاة. 하지를 가는 것 그다음에 예배를 하는 것. والثاني الصبر عن معصية الله تبتعد عن تصبر أنك لا تأتي المعاصي. نعم. 네 그리고 그 다른 힘듦은 그 견뎌야 합니다. وتصبر على ما يقدر الله عليك من مرض أو فقر 네, 그리고, أو حادث مروري مثلا. 네 그리고 그 어쩔 수 없이 일어난 일들 아픔 사고든지 그걸 이겨야 그 견뎌야 합니다. إذا ماذا أخذنا في هذا الدرس؟ 지금 뭘 배웠죠? أخذنا المسائل الأربع. 네 가지 질문을 알아봤습니다. قلنا المسائل الأربع هذه جمعت في سورة العصر. 그 네 가지는 سورة العصر에 다 들어가 있습니다. نتعلم أولا. 처음은 지식을 얻어야 됩니다. تعلمنا نعمل. 그 다음에 행동해야 됩니다. تعلمنا وعملنا ندعو إلى هذا الذي تعلمنا ثم عملنا به. 그 다음에 다른 사람들에게 알립니다. ولا بد أن نتحمل المشاق نصبر ولا نترك لا العلم ولا العمل ولا الدعوة. 그리고 힘듦이 있으면 이겨야 됩니다. 견뎌야 됩니다. نعم أخذنا أن الصبر على ثلاثة أقسام. 그리고 그 힘듦을 견뎌는 건 세 개의 종류로 나누어져 있습니다. صبرا على طاعة الله حتى تؤدى. 그리고 알라께서 해야 될 것을 다 네. 해놓고 وصبر على معصية الله حتى تجتنب. 네 그리고 그 알라께서 하지 말라는 행동을 그 견뎌내고. وصبر على ما يقدر الله سبحانه وتعالى عباد من مرض أو فقر أو ما إلى ذلك. 그리고 어쩔 수 없이 일어난 일들 아픔 사고든지 그걸 이겨야 됩니다. والله أعلم. 그리고 والله أعلم.